اليوم بنتكلم عن شك وخطة دعم الاقتصاد. هعطيكم كل الأخبار للأيتها. أنا اسمي إيهاب، إذا كانت هاي أول مرة لكم في قناتي فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام. امبارح سألوا ستيف مانوشر عن خطة الاقتصاد الجديدة شو حيكون فيها وشو بتوقع يكون فيها. كل هذا صار في مجلس الشيوخ. جاوب حكى حيكون في شيك تحفيز للاقتصاد حينبعث للناس زي اللي صار في المرة الأولى. هذا خبر كتير حلو. أنا بصراحة توقعت إنه يكون في شيك، بس ما سمعنا من واحد من الإدارة حكى إنه حيكون في شيك. فهاي كانت أول بادرة خير. تاني شغلة حكى حيكون في دعم للشركات اللي تأثرت من كوفيد 19 ومش قادرين يفتحوا. فحيكون في دعم مخصص لهم عشان يساعدوهم على الري أوبنينج. فهذا كمان كويس للي عندهم بيزنسز. سألوا كيفن هاسيت مستشار الاقتصادي في البيت الأبيض نفس الشيء، هل حيكون في خطة دعم اقتصاد رابعة؟ حكى في احتمال كتير كتير كتير، حكاها ثلاث مرات، وإنهم اتكلموا مع الرئيس الأسبوع الماضي وعملوا اجتماع الصبح يوم المقابلة تقريبا قبل يومين بخصوص خطة دعم الاقتصاد الرابعة. وبعدها صار يتكلم عن الوظائف اللي صارت في مايو واحتمال انه تصير قفزة ثانية في شهر يونيو، وعاد نفس الكلام اللي حكاه الرئيس. بس اهم شيء حكاه انه في احتمالية عالية كتير كتير كتير. على فكرة هو ما جاب اشي جديد من عنده، لانه ما في اعتراض على المساعدة نفسها، لكن هو الاعتراض على جزيئات صغيرة جوا المساعدة اللي وصلتها لثلاثة تريليون. رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول حكى انه ما قدموا التقرير الخاص بالتنبؤ في الاقتصاد في شهر ثلاثة عشان كوفيد 19 ومش عارفين شو الوضع حيصير وخايفين اي تقرير ينزلوه يخرب الموضوع بزيادة. لكن في تقرير جديد راح يعملوه، اعتقد حينشروه يا في اخر شهر 6 يا شهر 7. هذا حيفيد اعضاء مجلس الشيوخ واصحاب القرار في الادارة، حيعطيهم فكرة اكثر عن الاقتصاد، حيعطيهم فكرة دقيقة شو ممكن يصير في المستقبل وكيف لازم يتصرفوا عشان يتغلبوا على هيك مشكلة. ومن الشغلات اللي حكاها كمان انه low interest rates اللي عايشين فيه احنا هلا هاي حتستمر معانا سنتين ونص لسنة 2022، فهذه شغلة كتير منيحة للي حابب يستفيد منها. أنا عن نفسي بعثت إيميل لللندر تاعي بسأله كيف بقدر أستفيد من اللو انترست ريت الموجود وكيف لو بدي أعمل ريفاينانس عشان أستفيد منه. فلسه ما ردش علي، بده يقرأ شوية شغلات ويشوف شوية شغلات وحيرد لي خبر، لكن بدي أستفيد من القاعد يصير. على نفس موضوع الريفاينانس وشغلات هاي، في متابع عزيز لإلي من نيو جيرسي بعد بحكي لي إنه عمل تأجيل لأقساط شقة هو شريها ومأجرها، تعامل مع اللندر تاعه عطوه 3 شهور، رجع تعامل معهم كمان مرة وعطوه 3 شهور تانين 6 شهور. الفكرة ممتازة، يعني اللي حابب يكون معاه كاش في الإيد يتواصل مع اللندر ويطلب منه إنه يسامحهم ويخلي الدفعات هاي تكون بعد نهاية القرض، بدل ما تخلص مثلا 20-30 بتخلص 20-30 و6 شهور. فهذه شغلة بحب هو ينشرها في قناتي عشان اللي حابب يستفيد من هاي الشغلة. أنا بصراحة شايفها شغلة كتير مفيدة، لأنه بصير معك فلوس أكثر في الإيد وهيك برتاح بالك أكثر. لو أخذوا البيت بعدين مش مشكلة، على الأقل أنت مثلا حوشت فلوس 6 شهور. فهاي شغلة لو حابين تسووها، أنا عن نفسي مش شايف إنها حتفيدني كتير لأني حابب أسوي الريفاينانس. هلأ بخصوص التضخم، التضخم حاليا قريب الزيرو، أو ممكن أحكي إنه ما في تضخم، وهاي مش مشكلة واردة في الوقت الحالي. وكمان أسعار الشغلات رخصت، هلأ العرض زاد الطلب قل، الشركات صارت تنزل في أسعارها عشان الناس يشتروا. فاللي حابب يشتري إشي كبير في الوقت الحالي ممكن هاي فرصته. بتكلم إشي كبير يعني مش مثلا أروح أنا أشتري بنطلون جينز، لا، مثلا بدي أشتري أبلاينسز، بدي أشتري شغلات جديدة للمطبخ، شغلات زي هيك، هاي كلها عادة ترخص. بس حبيت أنوركم، أمريكا فقدت 1.5 مليون وظيفة خلال الأسبوع الماضي، والأسهم نزلت بسبب اللي حكاه جيروم باول. حتى الرئيس ترامب نزل تويتر بضرب فيه، وكمان بيحكوا انه الفيروس حتكون له موجة ثانية، والتأثير الموجة الثانية قاعدين نشوفه في الأسهم. ما بعرف اذا انتم بتعرفوا، لكن احنا حاليا عايشين في فترة كساد، وهذا الكساد بدأ في شهر 2. هذا الكساد اجى بعد اطول فترة انتعاش في السوق الامريكي، فالله يستر من الجاي وان شاء الله بتفرج. تقرير من كورسايت ريزيرف بيحكي انه في تقريبا بين ال 20 و 25 الف محل راح يسكروا في امريكا، و 55% من هذول المحلات هم الموجودين في المولات، وهذا على فكرة أكثر من الدبل من المحلات اللي سكرت في سنة 2009. يعني إحنا قاعدين نعيش أزمة قد أزمة 2009 عمرتين. وتقرير ثاني من إي ماركتر بيحكي إنه المبيعات وإقبال الناس على الشراء نزلت 10%،
وعشان نعوض ال 10% هاي بتوقعوا انها تصير في سنة 2022، يعني قدامنا سنتين، سنة ونص، سنتين عشان الناس يرجع عندهم ثقة في الاقتصاد ويرجعوا يشتروا زي الاول. واختاروا سنة 2022 لانهم بيحكوا انه شبه متأكدين الفيروس حيكون راح مع وقتها وحيكون له علاج. والتقرير بيحكي انه البيع الالكتروني زاد بنسبة 18%. وكيف نستفيد من قصة انه البيع الالكتروني زاد؟ اللي حابب فيكم يبدأ بزنس ممكن هاي يكون احسن فرصة له انه يبدأ بزنس من البيت معتمد فيه على الانترنت، لانه هذا السوق قاعد يكبر، ففرصة ان الواحد يكون جزء منه. مسؤول في الادارة الامريكية بيحكي انه في عمليات نصب حتصير وصارت بخصوص الستيمولس تشيك والباكج ككل بمقدار 1% من قيمة الباكج. الباكج كانت 3 تريليون، بتوقع 30 مليار دولار حتروح للنصابين. وبيحكوا لك انه هدول بيستهدفوا اكثر شيء الامريكان والامريكان اللي بيشتغلوا من البيت، لانه لما تكون برا الشركه حيكون في سهوله اكثر لاختراق كمبيوترك، غير لما تكون انت موجود جوا الشركه وتحت الفاير وول اللي هم حاطينه. نانسي بيلوسي في مقابله صحفيه على قناه MSNBC اتكلمت عن الخطه الاقتصاديه، واتكلمت انها تتمنى من الجمهوريين يوصلوا بسرعه لاتفاق عشان نساعد الناس والقصه نفسها. المهم بعدها حكت شيء جديد، حكت اذا هاي الخطه مشيت حيكون في مجال في المستقبل انه نتكلم عن انفراستراكشر، خطه البنيه التحتيه، وتكون بطريقه صديقه للبيئه. انا بصراحه هاي اول مره اسمعها بتتكلم عن الانفراستراكشر وعن البنيه التحتيه، فهذا إشي حلو يعني انهم بيلعبوا بالاوراق هذه. بعدها تكلمت عن تعديل الضمان والتامين الصحي عشان يكون الناس قادرين يشتركوا فيه. تكلمت كذا شغله، بس اهم شغله بصراحه كانت هي قصه البنيه التحتيه، يعني اعطونا هيروز اكت نعطيكم انفراستراكشر، والتنتين في صالح الناس. يعني سالتها هل الجمهوريين راح يوافقوا على هاي الخطه، لانه احنا بنعرف انهم مش معترضين لكن مش حيوافق على كل شيء فيها. حكت انه مسؤول اقتصادي في البيت الابيض حكى حيكون في خطه، وان الرئيس متشجع جدا يكون في خطه، لكن في شغلات بدهم يغيروها ويعدوها. وحكت انه ميتش ماكونل حكى اول مره نو واي مش حتمر. بعديها حكى انه ليش تكون 3 تريليون، ليش ما تكون تريليون ولا نص تريليون ولا تريليون ونص. لكن بعد كلام ستيف مانوشن انه حيكون في شيكات مساعده للناس، هاي لحالها تقريبا 350 مليار دولار. يعني احنا هلا بنتكلم فوق التريليون فور شور، يعني مش حتكون اقل من التريليون، لانه 350 مليار رايحين شيكات، عاد بدهم يساعدوا الولايات والحكومات المحليه والشغلات هاي، وغير هيك بدهم يساعدوا الهيروز، الناس اللي كانوا في فرونت لاين، غير الشغلات اللي حتروح للحبايب. فما بعرف كم حتوصل، يمكن اكثر، بس مش حتكون اقل من 2 تريليون. ما بدي اعيد كلامها بصراحه، هي حكت نفس الكلام، بس هاي المره هي كانت عنيده لانها تعلمت من الشغلات قبل اللي مشته قبل، ما راح تمشيها هالمره. خبر ما له علاقه بالاقتصاد، بس عشان جابوا فيه كلمه فينيكس فحبيت اتكلم عنه لاني انا ساكن في فينيكس. شرطه فينيكس اعلنت انها منعت مسكه الرقبه، الخنب الرقبه، التدريب او العمل فيها، ممنوع. هذا الكلام من يومين، فاللي بده يجي على فينيكس، فينيكس امان، ما بيمسكوا رقبات فيها. بخصوص الكورونا فيروس، عندنا هلا مشاكل كتير في اريزونا بخصوص الكورونا، ناس كتير دخلوا على الاي سي يو، تقريبا الاي سي يو صارت فل اللي فيها اجهزه التنفس، فالله يسترني ويستر الجميع. بهيك انا خلصت الفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم، انا جبت لكم كل اللي بقدر عليه بخصوص مواضيع الاقتصاد وموضوع كورونا وفينيكس اخر شيء. فاذا عجبكم فيديو اليوم بتمنى تعطوني لايك، ما عجبكم برضه بديسلايك، واذا بتعرفوا حدا بهمه هيك موضوع بتمنى تشاركوا الفيديو معاهم، وان شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي للجميع، سلام.